تدرج قد تدرج قد نصت طاحت عبد بلقى حس الطفل يقدر يشبخ البصر. اي نعم هذا هذا نوقف يم البيت ماشي. انتم اذا مات واحد هسه بالعشيره او بالبيت بو ينهجم البيت نقول هسه البيت انهجم؟ لا ما انهجم. شليش تقول انهجم البيت غير ميت غير ترفع من شينه؟ ايش بيكم بس فهموني يا ابو ميت وبعدكم تركضون وراه على كل بيت؟ احنا ما نركض وراه. شكو احنا جاي نسألك العدل. انت العدل. انت العدل اللي قال هذا البيت مو الاستاذ عبد الحسين. تمام انت اللي قلته. انا اريد اقدر هذا الانسان زين. شلون تنشبخ البصره طفل اللي يشبخ البصره وانت موجود بيها مثلا؟ ها شلون بيها بيها مهد السوداني شلون؟ لازم انا البيت شقل له اقول له هسه الطفل والبيت اللي وراها مال السياره انه اي قبل ما تنشبخ اي أي؟ لو يطفر السياب ركبتك يا عبد ما توصل الطفرة. يا أخوان يا أحبائي يا من لديكم كاد الكبرياء يا بمات الولد وجاي أمتح. يا أخوان كل إنسان عدى إنسان عزيز عليه وفقده يسوي أعلى ما يكون. هذا ما يثير حفيظتك أخي الحبيب عيني. ما يصير انا اقول له هسه الطفل يقدر يشبخ البصره لو ما بيها فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني. شنو السخافه هاي من حضراتكم؟ بس فهموني يا اخي مات وجاي المدحه انقل له انت اصدق واحد كنت وانت كذا وانت غير مات والناس تحب هاي الاهله والناس تحب هاي هاي القضايا. ان اكو إنسانية إنسانية ما تحط نفسك أنت أصلاً. أنا إذا أكو واحد انضرب بهاي القصيدة خب ضربت نفسي. الكل يعرف أنه عبد كان منافس إلي. عمي أنت بالبصرة أنت عبد كان منافس الواحد غيري؟ لا هو اثنينكم رحم الله والديك. أنا ضربت نفسي أولاً ترى زيد وعمر وهذا اللي يريد يزعل. وأنا سألتك أنا سألتك هذا السؤال. إذا أريد أزعل أنا ضربت نفسي بس انا لا انا طيب. مو اكو عندنا مرات ابيات انه نستعجل بكتابتهن او ما نحسبهن؟ لا ابدا. اليوم وباكر عبد قامه شعريه كبيره منتهين منه هذا الكلام. ايه كبيره هذا الكلام منتهين منه. اما انه تقول له هسه الطفل يقدر يشبخ البصره هسه يعني انا جاي ابين مكان مكانته للبصره لكنه طلعت طيب يعني هسه مثلا يعني هذا هسه البيت واضح انه يعني هسه انت من مات عبد الحسين انه صار البصره لا شيء. اي طفل يجي يشبخ؟ اولا ما كانت اكو شباب ديك الشباب بفتره عبد يعني ما كان شبابنا كانوا توهم بادين. هاي وحده. وطلعت بمهرجان وقلت هاي القصيده كتبت بوقت يعني ما كان عندنا هاي اسماء الشباب الحلوين. هاي وحده. ثاني شيء يا اخي كل شيء موجود يا اخي موجود. يا اخي ما احسب حسابات انا لزيد وعمر يزعل. ما احسب حساب انا جاي عبد الحسين الحلفي اللي يزعل 100 حياه خيط راسه بي. اي عبد الحسين الحلفي من راح اثر على البصره على كل البصره تاثرت بعبد الحسين. واللي يقول انا شلت البصره ورا عبد اقول له اسكت اسكت هو شايل البصره. كائنا من يكون. انت ليش معصب؟ مو يحرقون القلب. ليش معصب؟ والله العظيم يعني تحكي لك على ميت ينافسه وهو ميت. ايش قال عليه وايش قال ورد له هو شايل الموضوع مو موضوع عبد الحسين استاذ نائل. الموضوع هنا سؤال مو موضوع عبد الحسين. ماكو واحد اليوم انه ينتقص من شاعريه واسم عبد الحسين نهائيا. لا والله جاي ينتقصون. لا لا جاي يستكثرون على عبد هو كان شايل انت هذا السؤال اعتقد هو ينطرى عليه. لا جاي يستكثرون على عبد هو كان شايل اسم البصره. كذا هسه صارت هي شايله اسم البصره. لا حبيبي هذا انا مني موت عدي عزيز. أي. عمي بويا الله بخير يا امه بقد الزهراء. يعني هسه هسه جاي تقول لي البصره انه تايهه ضاعت؟ لا حبيبي اول شيء هاي مو هسه ضاعت. لكن انا جاي ارثي حاله. يا اخي رثاء حاله ايش بيكم انتم؟ يعني انت حضرتك من تكتب على امك وتقولها الجنه هيجي وتسويها الزهراء امك الزهراء؟
انا ما قايل ام وزاره. الكل هسه شعارات اللي يكتبون على امهاتهم ما كاتب ام وزاره. الكل اللي يكتب على امه هسه بربك يا كتب على امه وما سواها تستحق مو اي تستحق مو ام اي طبعا وماتت ام وماتت خو هي مو صدق هاي الصفات اللي بيها لا ما بيها اي بس ما انتقص ما انتقص من ما انتقص من من يعني من من خالتي مثلا ما تنتقص مثلا لا اقول بيتي انهجم كله ما قايل لي ماكو واحد قال مات ابوه قال بيتي انهجم انهجم بيته هو اي اكو ايش يقولون شاشين وبعد ليش يا يعني احنا عبد ما تنهجمت البصره يعني هسه تحليلك هذا اي تحليلي هذا تدري شنو هو هذا تحليلي اول شيء وهو عبد ميت ها الله يرحمه وهو ميت الله يرحمه اكو ناس جاي تحاربه وتحارب نائل شو تحارب والله العظيم وتحارب نائل الثاني على نائل بيت تلزم له ها اي مو نائل 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 غير اثير وغير فلان وغير فلان يعني غلط نائل 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 محاسب أي. ليش لانه نائل الكل البصره يعني بدون استثناء تعتبر نائل قدوه لها يعني اذا نائل مدح له هسه مو عبد حتى لو مو عبد هسه باشر اي شاعر كبير اريد امدح انا لازم احسب حساب انا احسب حساب كن ما قل له انت شاعر قوي حافظ على لا قل له قوي لا ما قل له البصره تاثرت ما قل له لا, نعم لا والله ما تاثرت عمي يزعل هذا الاول من سجي شايل البصره على راسه يفتر بيها بابا دقعدوا انت بابا قاعد شنو المصطلح انت على من جاي تحكي والله على كل اللي انت جاي توجه إيه لا لو على كل اللي جاي يطفرون وما قابلين انه عبد شايل البصره ما هو من الـ من الـ من الاشكال من اليوم انت من اليوم جاب لك طاري عبد منو جاب لك طاري عبد اليوم جاي يحكي عليه بسوء من يعني شنو اذا قلت بقصيده هسه يعني يا اخي رثاء قصيده رثاء هسه انت مقتنع انه جاهل يشبخ البصره غير لا ما هذا البيت انا بس سالتك على البيت انت مقتنع لا ما مقتنع بس من بالرثاء اقتنع من اخليه رثاء اريد ابين هو رثاء او مو رثاء استاذ نائل السؤال واضح انت هذا البيت مقتنع بي لا ما يشبخ البصره لا جاهل ولا جبل يشبخ البصره خلص لكن يوم اريد احكي على عبد اقول له لا البصره ابين انكسار البصره استاذ نائل والله فاهمك غير يفهمون الاشكال هنا أنا مو يم عبد الحسين بالعكس كلها انكسرت بعبد الحسين بصراحه البصره من انكسرت يعني هسه ابسط مثال الانسان من يروح من عزيز خلينا نعتبر البصره امراه نعم اذا راح وليها نعم تنكسر لو ما تنكسر طبعا تنكسر أنا جاي أقول له البصرة انكسرت من وراك أي شنو بيت يسأل البصرة أي أنت ما قلت له انكسرت طاحت المرة من يروح وليها تطيح وتصير سحالة طبعا بس مو معناها لها ما إلى أحد ولا لا عدا يجوز عمام وعدا يعني هسه أنت مثلا أنه تجي تحدد لي البصرة مثلا بس عبد الحسين الله يرحمه يا أخي فهموا مو أنت جاي تقول هيك استاذ يا أخي أنا جبتها إلك يا الله بالخير هسه أنا أعدي بالتمارية تمام الله يحفظها متت أنا هسه ماريا منموت تنكسر تحس نفسها انكسرت أيوة. بساعتها تحس هسه يا أخو ما انكسرت ولا ماتت ولا وعدها عمام وعدها أهل وعدها خوال مو بس بساعتها تحس أنا من أقول له هسه بهاي موتك البصرة طاحت البصرة تحس بنفسها طاح من عدها شيء كبير أبو طاح من عدها على العموم نطلع مو ما أريدك تعصب اشرب ماي ما جاي يشربون لازم أنا كل بيت أفسره اشرب ماي الخلفاء النائل المظفر كم واحد كل الشعراء ها كل الشعراء هاي وينك كل المبدعين هاي وينك كل المبدعين وين يا مبدعين ما ادري غير تشخص لياهم كل المبدعين لا مو انت اكثر من مره مثلا قلت فلان خليفتي لا ما قلت ولا مره فلان خليفتي ولا مره ولا مره قلت فلان طيب.